السلام عليكم، اهلا السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. والفيديو النهارده حبيت ابشركم واقول لكم ان انا كده خلاص فعلت قناتي بالبين كود، والبين كود وصلني. طبعا وصلني بعد محاولتين، يعني طلبته مرتين، طلبته وبعديها بشهر رجعت طلبته تاني، وبعد برضو ما طلبته المره التانية بشهر وصلني. يعني لو ما كانش وصلني للمرة دي كنت طلبته للمرة التالتة، وبعد ما اطلبه للمرة التالتة كنت لو ما كانش وصل كنت هطلب تفعيله بالبطاقة. تمام، بس انا كده الحمد لله يعني ما اضطرتش ان انا للخطوة التالتة وان انا استنى شهر كمان، فوصلني على البوسطة، اقرب بوسطة ليا اللي انا كتبت الكود بتاعها اللي هو الرقم البريدي للبوسطة اللي جنبي. تمام، وكمان على العنوان بالظبط اللي موجود، وكمان وصلني على الاسم اللي انا كنت كاتباه والبيانات كامله وكل حاجه. وانا اوريدي قبل ما يوصلني كنت روحت سالت في البوسطه ووريتهم شكل الظرف بيكون عامل ازاي، وقلت لهم ان اول ما يوصل الظرف وكده وسبت رقم تليفوني ان هم يتصلوا بيا. وبالفعل اول ما وصل الظرف اتصلوا بيا وقالوا لي الظرف وصل، فروحت استلمته من البوسطه وعادي خالص، ما دفعتش اي مبلغ نهائي على ان يجي لي الظرف ده. طبعا معلش بقى ان هو مبهدل كده عشان كنت واخده شنطه صغيره معايا، شنطه يد يعني، وطبقته كده بالشكل ده وحطيته في الشنطه فاتطبق بالشكل ده. تمام، دخلت الكود، بيبقى فيه كود من 6 ارقام، اول ما بتدخليه خلاص كده بيثبت ملكيه القناه ليكي. تمام، بيبقى خلاص كده القناة فعليا مثبتة على الاسم اللي انت كتبتيه والعنوان وكل حاجة. تمام كده، اول بقى ما تكملي $100 ان شاء الله، دي كده الخطوة الاخيرة، هي اول ما تكملي $100 او فيما فوق، يعني انت ورزقك بقى، يعني انت وحظك انت ونصيبك. لو من الناس المحظوظين مش هيبقى $100 بس، هيبقى اكتر. فاول ما يوصل لك، اول ما تكملي بقى $100 ايا كان المدة بقى، اي وقت يعني الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، المهم ان تكملي $100 قبل يوم 12 في الشهر او 11 في الشهر، عشان خاطر ادسنس يقدر يكمل يبعت لك الحوالة يعني وتستلميها. تمام، طلبته ازاي بقى؟ بتطلبيه من اول ما بتكملي $10، مش 100، $10. اول ما بتكملي $10 ليك الحق ان انت تطلبي البين كود. هو اول قبل ما انت ما تطلبيه اوريدي هم اللي بيبعتهولك، يعني اول مره انت مش بتطلبيه، اول مره انت مش بتطلبيه هم بيطلبوه. تمام، هم اللي بيبعتهولك، بيقول لك لقد تم ارسال الكود للرقم اللي انت كاتباه وللعنوان اللي انت كاتباه وللرقم البريد اللي انت كاتباه. فاول مره هم اللي بيبعتوا لك كده من نفسهم اوريدي كده السيستم بتاعهم، وتاني مره انت اللي بتطلبي. تمام، بس كده حبيت ان انا افرحكم معايا واقول لكم ان كده تمام، او يعتبر الخطوه اللي قبل الاخيره كملت. طبعا الخطوه ديت قبليها خطوه تحقيق شرط الساعات، وقبليها خطوه تحقيق الشرط الاول اللي هو 1000 مشترك. فكده خلاص خلصنا 3 خطوات، وفضل الخطوة الأخيرة واللي هي أحلاهم وأحسنهم وأتعبهم، أو أكتر خطوة يعني بتاخد مجهود كبير، هي خطوة تحقيق شرط $100 عشان خاطر تقبضي. تمام، وإن شاء الله بإذن الله أنا وإنتوا كلكم يعني نحقق الشرط دوت ونحقق كل الشروط. وأحب أقول كلمة كده بسيطة للقنوات الصغيرة، لو حابين تكتبوا اي حاجة واقفة قدامكم ولا كده، في قناة اسمها باقة امل للقنوات او باقة امل. تمام، ده صاحبها بجد بيساعد اي حد واقفة قدامه اي حاجة في موضوع القناة، موضوع الشروط، موضوع الفيديوهات، في حاجة واقفة، اي حاجة واقفة في القناة هو بيساعد جدا في الحتة دي بصراحة، وبيساعدك في اي خطوة، ولو في اي حاجه واقفه قدامك هيحلها لك وهيقف معاكي بمنتهى الامانه بصراحه، وما بياخدش اي مقابل خالص. تمام، في بقى اي استفسار ليكم ولا اي حاجه عن اي خطوه من الخطوات اللي فاتت؟ تمام، لكن اي خطوه من الخطوات اللي بعد كده طبعا لسه يعني ماليش تجربه ان انا اروح استلم حواله قبض او كده، بس اول ما هقبض هعمل لكم فيديو ازاي قبضت وازاي استلمت وازاي خطوات وكل حاجه وكده. تمام، ولو حابين تسألوا اي سؤال، حابين تستفسروا عن اي حاجة،
اكتبوا لي في الكومنتات. انا عايزه اقول لكم ان انتوا تستلموا الظرف فيه الرقم اللي هو البين كود، الرقم بتاع تفعيل القناه، اسهل بكتير من ان انتوا تفعلوه بالبطاقه، لان موضوع البطاقه شويه يعني ايه لافف كده وخطوات كتير من على القناه وكده، فيعني دي الاسهل ماشي. ف يعني هو اعتقد ان هو اتاخر شويه بسبب الكورونا، لان انا اول ما طلبته في شهر 3 تمام، وكان شهر 3 طبعا الكورونا وكده، فاتاخر شويه. لو كان في غير وقت يعني بتاع الكورونا كان وصل من اول مره، وخصوصا يعني ان احنا في القاهره هنا الموضوع مش بيتوه ولا حاجه، يعني الموضوع سهل وبسيط، بس قدر الله ما شاء فعل تمام. بس كده يعني انا احب اقول لكم ان انتوا الدنيا خلاص قربت، الدنيا تهدى وكده من موضوع الكورونا وكده، بس فلو طلبتوه او بدأتوا تطلبوه فاطمنوا الموضوع مش بياخد وقت ولا حاجة، بس كلها 3 اسابيع او اسبوعين ل3 اسابيع لحد ما يوصل لكم البين كود من اول ما تطلبوه تمام. بس كده يعني اطمنوا، اشتغلوا، اعملوا فيديوهات في قناتكم، ما تيأسوش، ان شاء الله الخير جاي، وان شاء الله ربنا مش بيضيع مجهود حد ماشي. وبس كده انا عماله اقول بس كده كتير. المهم ان ده كده فيديو استلام البين كود من ادسنس، من جوجل ادسنس، و كيفيه تفعيل القناه او كيفيه اثبات ملكيه القناه بالكود دوت. طبعا لو حابين يعني كيفيه كتابه الكود او كده هتكتبوا رؤية يعني في نفس الخانة اللي انتوا عملتوا ارسال الكود مرة اخرى، هيتلاقي مكان كده وخانة كده تكتبوا فيها الكود ماشي، بيبقى مكتوب رقم التفعيل، بتروحوا انتوا كاتبين الكود تمام وبمنتهى السهولة. ومع ذلك لو انتوا متوترين او مش عارفين الخطوة بالظبط، بتعملوا سيرش على رؤية للمعلومات وكيفية تفعيل القناة بالبين كود مع رؤية للمعلومات. القناة دي متخصصة في مساعدة القنوات الصغيرة وكيفية حل المشاكل وكيفية طلب البين كود وكيفية كتابة البين كود وكيفية كتابة العنوان وكيفية ان انت تلاقي الرقم البريدي اللي هيحولك عليه ادسنس الظرف دوت تمام. يعني كل دوت انت هتعرفيه من قناة رؤية المعلومات. يعني انا لما جيت اطلب البين كود ده كتبت كده في جوجل رقم البريدي للمنطقة اللي انا ساكنة فيها، لمساكن مدينة نصر مثلا، ورحت كتبها ولقيت الرقم البريدي سهل بكل سهولة. او ان انت تروحي اقرب مقرب مكتب بريد عندك، اقرب مكتب بريد، وتسألي الرقم البريدي عندكم كام، بيروح كاتبهولك في ورقة، والموضوع ابسط ما يكون يعني، فهمني الموضوع ابسط ما يكون، فاهم يعني ما تحسوش الموضوع صعب ولا حاجه. عايزين اي مشكله واجهتكم في الفيديوهات، قناه باقه امل للقنوات، عايزين اي موضوع يخص القناه ومشاكل القناه وادسنس وكده، قناه رؤيه للمعلومات. وبس كده، واشوفكم على خير يا حلوين، واتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.